يقول الدكتور جلال يحيى: كان السودانيون مسلمين متمسكين أشد التمسك بدينهم، وكانوا بطبيعة الحال لا يعترفون لغير المسلم بأي حق في ولاية أمورهم، فماذا يكون الأمر عندما يكون هذا الحاكم نصرانيا أجنبيا يستخدم القوة كوسيلة وحيدة للتفاهم وإصدار أوامر تتعارض مع الدين والتقاليد والعرف؟ لقد كان هذا التدخل الأجنبي سببا من أسباب الثورة العرابية، وكم كتب صاحب مجلة العروة الوثقى منددين بهذا التدخل. ألم يقل الشيخ حسن العدوي لرئيس المحكمة التي تحاكمه بسبب اشتراكه في الثورة: أعلن إليك الساعة أن الخديوي الذي أسلم وطنه واستسلم لأعدائه مستحق للعزل؟ ثم ألم يفت شيوخ الأزهر بخروج الخديوي توفيق عن الشرع؟ فلم يكن غريبا من المهدي أن يقف نفس الموقف وأن يوجه إلى الخديوي إنذارا يندد فيه بهذا التصرف؟ ولكن لماذا قال الشيخ حسن العدوي ذلك لرئيس المحكمة؟ وكيف أن الخديوي أسلم وطنه واستسلم للأعداء؟ قص ذلك في أن إنجلترا وفرنسا تآمرتا على عزل الخديوي إسماعيل وضغطا على السلطان لعزله، فصدر المرسوم بذلك عام 1297 هجرية، وعين مكانه ابنه توفيق الذي علم أن بقاءه مرهون برضا الأجانب عنه، فاستسلم لهم وسمح بإقامة عدة مؤسسات مالية اقتصادية أوروبية، مما أثار نقمة الجيش بجانب التأخر في دفع المرتبات وجمود طائفة من الضباط المسلمين عند رتب معينة. فقدم أحمد عرابي ولفيف من الضباط مذكرة إلى الخديوي توفيق يطالبونه بعزل وزير الحربية عثمان رفقي باشا وإصلاح نظام الترفيع في ضباط الجيش، فأمر رئيس الوزراء باعتقالهم ومحاكمتهم، لكن الجيش اقتحم مقر المحكمة وأخرج ضباطه وانطلقوا في مظاهرة إلى قصر عابدين مجددين مطالبهم، فعزل الخديوي عثمان رفقي باشا واختير مكانه محمود سامي البارودي، وتعددت المواجهات بين الخديوي والضباط، وساندت بريطانيا وفرنسا الخديوي ضد الشعب المصري والجيش ووعدته بحماية عرشه بالقوة، ورحل الخديوي إلى الإسكندرية ليكون بمقربة من الحماية الأجنبية، ثم ضرب الإنجليز الإسكندرية في 11 يوليو سنة 1882 ميلادية وأشعلوا فيها النيران ونزلت إليها القوات الإنجليزية، حيث جرت مذبحة بشرية للمصريين المدافعين عنها. وتوجه الخديوي إلى قصر رأس التين حيث استقبله قائد الأسطول الإنجليزي سيمور وهنأه قناصل الدول بسلامته، وأسرع عرابي بجيشه إلى الإسكندرية للدفاع عنها. ولما تمكن الإنجليز من احتلالها انسحب عرابي بجيشه إلى كفر الدوار حيث أقام التحصينات هناك، وأرسل عرابي إلى الخديوي قطارا خاصا ليعود به إلى القاهرة، فرفض وانحاز إلى الإنجليز وأعلن دخوله في حمايتهم، ثم أصدر منشورا بعزل أحمد عرابي من منصبه كوزير للجهادية، وطالب الجيش بمخالفته وعصيان أوامره. وفي يوم 6 رمضان سنة 1299 هجرية الموافق 22 يوليو سنة 1882 ميلادية انعقد مؤتمر عام في ديوان الداخلية، وبعد تلاوة الأوراق المعروضة للتذاكر في شأنها صدرت فتوى شرعية من الشيخ العارف بالله شيخ الإسلام والمسلمين السيد محمد عليش وشيخ الإسلام الشيخ حسن العدوي والشيخ الخلفوي وغيرهم من العلماء
بمروق الخديوي توفيق باشا من الدين، مروق السهم من الرمية لخيانته لدينه ووطنه وانحيازه لعدو بلاده. ورأينا توقيف أوامر الخديوي وما يصدر من نظاره وزرائه الموجودين معه في الإسكندرية كيف كانت ولأي جهة من الجهات وعدم تنفيذها، حيث أن الخديوي خرج عن قواعد الدين الحنيف وقانون المنيف، واستطاع اللورد ديفرين السفير البريطاني في عاصمة الخلافة استطاع في النهاية استصدار قرار من الصدر الأعظم يعلن فيه عصيان عرابي وخروجه عن دولة الخلافة، وتلقف الإنجليز هذا القرار فطبعوا منه الملايين ووزعوه على كل من يعرف القراءة، وبهذا أصبح عرابي يحارب في 3 جبهات لا في جبهة واحدة، الإنجليز والسلطان والخديوي. وحشد عرابي قوته في كفر الدوار وأقام فيها التحصينات، وفكر بردم قناة السويس كي لا يعبرها الإنجليز ويهاجموه من الشرق، لكن ديليسيبس تعهد العرابي بأن من المستحيل أن يدخل الإنجليز قناة السويس احتراما لحيادها، فلم يقم عرابي بردمها كما كان ينوي، وخان ديليسيبس وعده. وليس هذا بمستغرب منه، وهو الذي أرسل إلى من يدعي البابا يقول له بمناسبة افتتاح قناة السويس: الآن أصبح الطريق إلى قلب العالم الإسلامي مفتوحا، وعبر الأسطول الإنجليزي قناة السويس وتقدم من الإسماعيلية حيث أنزل قواته، وأسرع عرابي لملاقاتهم، والتقى الطرفان في التل الكبير في رمضان 1299 هجرية. لكن الخيانة عادت من جديد لتلعب دورها بأيدي المصرية، فهذا محمد سلطان باشا رئيس مجلس النواب يخون الوطن والثورة ويتولى نيابة عن الإنجليز تثبيط همة المجاهدين في المعركة، والضابط علي خنفس يخون وطنه فيطلع العدو على خطة الدفاع ومواطن الضعف في هذه الخطة. لقد أحيط عرابي من كل ناحية وأطبق ليل الخيانة على جو المعركة، فلم يعد إنسان يعرف إنسانا على حقيقته. فترجل الفارس عن جواده وعاد إلى القاهرة ليحاكم هو ومن معه، ثم يصدر الحكم بإعدامهم، ثم استبدلوه بالنفي المؤبد. ولأكثر المؤرخين المصريين وجهة نظر سلبية تجاه حركة عرابي، حيث يصفونه بقلة العلم والغفلة السياسية، بجانب أن حركته كانت وطنية مصرية خالصة وليست إسلامية. وكما تورط الخديوي في صداقة القناصل الذئاب، فقد تورط عرابي أيضا في صداقة المستشرقين الذئاب، وبخاصة بلنت الذي تزوج حفيدة الشاعر بيرون الذي كانت قصائده تؤجج الروح الصليبية للأوروبيين ضد الدولة العثمانية، وهي آن بلنت التي قتل أبوها أثناء مهمة تجسسية في الدولة العثمانية، فجعلت مهرها الانتقام لأبيها والقضاء على الدولة العثمانية الإسلامية، وتقدم بلنت بهذا المهر.